تصفيات لا المونديالية ولا القارية. هذا زكريا بركديش مشى بالكرة المبارك بوصوفة لاعب أنجي مخاشكلا يتحصل على ضربة الزاوية الأولى اليوم للمنتخب الوطني المغربي. الدقيقة السادسة إيري جريتس، 6 انتصارات 5 تعادلات و6 هزائم هي الحصيلة اليوم، يبحث عن انتصار قد يكون بداية لمسار إصلاحي لمستوى المنتخب الوطني المغربي. كرة في الزاوية للمنتخب الوطني، مبارك بوصوفة مع عادل تعربت، تلعبت الكرة 1-2 لاعب كوينز بارك رانجرز، مبارك بوصوفة. هذه كرة مرفوعة في منطقة الجزاء وإبعادها من الدفاع الموزمبيقي. نتيجة المباراة 0-0، المنتخب الوطني يدخل في رهان هذا الموعد. بداية من الدقيقة السادسة، زكريا برقديش للاستلام من الجهة اليسرى من زكريا، عنده اسماعيل بن معلم وحسين خرجة على مستوى خط الدفاع. حسين خرجة، عادل تعربت لحسين من جديد، زكريا برقديش 1-2 مشى برادة عنده بصفة. مازال الكرة للعناصر الوطنية يتحكمون بشكل جيد مع مرور الدقائق الأولى التي عرفت ثورة موزمبيقية أوجدت في ماديا. مشات الكرة في منطقة الجزاء بعيدة، ضربة مرمى للمنتخب الموزمبيقي للحارس كامبانغو. براد لاعب نادي خيتافي الممارس بالبطولة الإسبانية سجل هدفا جميلا في مرمى كازياس حارس مرمى ريال مدريد في لا ليغا الإسبانية، إلا أنه لا زال يبحث عن تطوير مستواه بشكل كبير في المنتخب الوطني المغربي. كان واحد من نجوم المنتخب الأولمبي كامتداد طبيعي، صعد للفريق الأول للمنتخب الوطني المغربي في مباراة اليوم أمام الموزمبيق، يبحث عن تقديم شهادة ميلاد في مباراة ممتازة جدا نتمنى أمام المنتخب الموزمبيقي. الموزمبيق اليوم تعتمد على جواو رافائيل كامبانغو في حراسة المرمى، ماسي فيجوا، إدسون، ألميرو لوبو، سابريل، نجد أيضا بامبي سانتو، إلياس، بوكي وبيلينياس كتشكيل للمنتخب الموزمبيقي في هذا الموعد القاري أمام المنتخب الوطني المغربي. الدقيقة الثامنة، كرة من الجهة اليسرى لمنتخب الموزمبيق في منطقة الجزاء، إبعادها من لاعبي خط الدفاع. اليوم الاعتماد على الثنائي اسماعيل بن معلم ومصطفى المراني ضمن المحور الدفاعي للمنتخب الوطني المغربي، الثنائي الذي تابعناه في بطولة كأس العرب بالمملكة العربية السعودية التي عاد لقبها للمنتخب الوطني بعد انتصار على المنتخب الليبي في المباراة النهائية. في غياب مهدي بن عطية، في غياب عبد الحميد الكوتري وأحمد القنطاري، جربنا عدد كبير من اللاعبين على مستوى خط الدفاع منذ ما يقارب العام ونصف. مع غياب مهدي بن عطية البحث كان كبيرا عن الثنائي الذي سيشارك اليوم ضمن محور خط الدفاع بالخصوص أمام مهاجمي المنتخب الموزمبيقي. مبارك بوصوفة يرتكب خطأ، يعلن عن الحكم الكيني لمباراة اليوم بين المغرب والموزمبيق. 10 دقائق الأولى والنتيجة 0-0. مشيت كرة من الجهة اليمنى للمنتخب الموزمبيقي، تدخل من دون خطأ لمبارك بوصوفة والنتيجة 0-0. صعب جدا التكهن بطبيعة المنتصر اليوم، بطبيعة الأداء المقدم لا من طرف المنتخب الوطني المغربي ولا من طرف المنتخب الموزمبيقي. مبارك بوصوفة، زكريا برقديش للاستلام والكرة في التماس، إيري جريتس ينتفض في الدقائق الأولى، يعلم جيدا أن مباراة اليوم هامة في الطريق نحو مونديال إفريقيا بجنوب إفريقيا. مدن جنوب إفريقيا تنتظر المنتخبات التي ستشارك بالعرس الإفريقي، كانت هذه واحدة من أصعب الكرات في دقيقة 11 للمنتخب الموزمبيقي. هنا الإعادة، الكرة اللي مشات كانت صعبة، بيلينياس سدد الكرة في يد الحارس عزيز الكيلاني، مشات الكرة دي هجمة مضادة عبد العزيز برادا، يعرف جيدا هذا الملعب
كان حاضرا ضمن التشكيل الرسمي في مباراة الموزمبيق المغرب في تصفية أولمبياد لندن. كرة تصل للحارس جواو رافائيل كامبانغو، حارس نادي فيروفياريو مابوتو، واحد من الأندية المميزة في الموزمبيق. ما عندهاش تقاليد كبيرة في كرة القدم الإفريقية الموزمبيق، حتى أننا ما كنشوفوش أندية موزمبيقية تشارك في المسابقات الإفريقية، لا في كأس الكونفدرالية ولا في دوري أبطال إفريقيا. المنتخب الموزمبيقي يعتمد على تشكيل يضم أكبر عدد من لاعبي البطولة المحلية، ونحن نتابع هذه التسديدة. كانت واحدة من أصعب الكرات من بامبي ساتان، ضربة مرمى لعزيز الكناني حارس مرمى بطل المغرب. المغرب التطواني اليوم تمنح له الفرصة للعب بشكل رسمي أمام الموزمبيق، مواعيد مهمة جدا تنتظر كرة القدم المغربية اليوم. مباراة الأسود أمام منتخب الموزمبيق في انتظار مباراة العودة، في انتظار أيضا مباراة تنزانيا في تصفية المؤهلة لمونديال كأس العالم. منساوش أيضا الموعد المهم للغاية، المغرب غانا، في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب بالجزائر عام 2013. مشات الكرة، حسين خرجة من الجهة اليمنى للمنتخب الوطني المغربي. عادل تعربت بعد غياب لدواعي تأديبية من إريك غريتس يعود مجددا للمنتخب الوطني المغربي. عادل تعربت لاعب نادي كوينز بارك رانجرز. لعبات الكرة للمنتخب الوطني المغربي، هناك مساحات من الجهة اليمنى للعناصر الوطنية، هذه فرصة من الجهة اليمنى، لكن تدخل مدافعي المنتخب الموزمبيقي الميرو لوبو يبعد الكرة في الزاوية. رقم 16 الميرو لوبو لاعب المنتخب الموزمبيقي. كرة في الزاوية، الكرة الثابتة قد تلعب دور مهم اليوم لتحقيق نتيجة الانتصار. هذه كرة في منطقة الجزاء لم تستثمر على نحو جيد من طرف لاعبي خط الهجوم. مشات كرة من جديد للمنتخب الموزمبيقي، تغطية بشكل جيد من عبد العزيز برادة، والكرة في التماس. لازم الضغط وتدبير المباراة كما يجب، حتى الضغط النفسي اللي على لاعبي المنتخب الوطني المغربي كان كبير في الشهور الأخيرة. الانتقادات الكبيرة لشارع المغربي، الكل غير راضي على مستوى المنتخب الوطني، لكن الطموح أكيد للعناصر الوطنية كبيرة اليوم لتخطي كل الانتقادات ولتسجيل نقاط ستحسب لهم في مباراة العودة أمام الموزمبيق بالعاصمة الرباط. كرة في خط دفاع عند مكسر، مكسر لاعب خط دفاع المنتخب الموزمبيقي. عبد العزيز برادة، مازال الكرة للعناصر الموزمبيقية. هذه كرة سريعة، مشات كرة صعيبة للمنتخب الموزمبيقي، لاعبين سرع، مشات كرة للجهة اليسرى والتغطية كما يجب من مدافع رشاد الرجاء رشيد السليماني، يبعد الكرة في التماس لصالح المنتخب الموزمبيقي. دولة الموزمبيق التي عانت كثيرا ما بعد الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي، يعني إصلاحات كثيرة في السنوات الأخيرة، الهدف من خلالها هو إعادة الاستقرار الاقتصادي المفتقد خلال السنوات الأخيرة بدولة الموزمبيق. مشات الكرة للعناصر الوطنية، مبارك بوصوفا، تغطية من مدافعي المنتخب الموزمبيق، منير الحمداوي، مشاب كورتو من الجلوس، هذه فرصة. عادل تعربت، المهارة قد تنفع في مثل هذه الكرات. عادل تعربت الذي غاب عن المباراة الإفريقية منذ مباراة الغابون التي سجل من خلالها هدفا من نفس الزاوية بالعاصمة ليبرفيل في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا عام 2010، وأيضا لمونديال جنوب إفريقيا ذات سنة. عادل تعربت مشاب كورتو، تجاوز اللاعب ميكسر، تعربت لو استعاد الانضباط الذي ميزه في فترات سابقة لا مع الأندية التي لعب لها ولا مع المنتخب الوطني سيكون له شأن كبير. لازم وأنه يتخلص من المزاجية التي تؤثر على عطاءته كثيرا مع المنتخب الوطني ومع الأندية التي يلعب لها. طاقة إبداعية من الطراز الأول. عادل تعربت، مشت كرة للمنتخب الموزمبيقي. التكافؤ يسود بين المنتخبين، ولو أن المنتخب الموزمبيقي كان أخطر في كرتين
الدقيقة السابعة كانت البداية، بعدها كرة أخرى كادت أن تدخل مرمى الحارس عزيز الكناني، مشات كرة من الجهة اليسرى، تجاوز إسماعيل بن معلم وسدد الكرة بعيدا عن مرمى عزيز الكناني. قوة المنتخب الموزمبيقي في سرعة لاعبي، هذا إلياس بيلامبي، إلياس إلدير بيلامبي لاعب نادي موكساكينسي، هذا نادي يمارس بالبطولة المحلية بالموزمبيق. جيرت إنجلز، ضغط كبير عليه من طرف الجامعة الموزمبيقية ومن طرف الرأي العام الموزمبيقي للحضور بكأس أمم إفريقيا. هذا كان بطل للبوندسليغا الألمانية مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، المدرب جيرت إنجلز. الكرة في منطقة الجزاء كانت كرة صعبة، تدخل الحارس عزيز الكناني لرشيد سليماني منتخب الموزمبيق، ينتفض يستغل بعض الهفوات الدفاعية لعناصر دفاع المنتخب الوطني المغربي. مشات الكرة للجهة اليسرى عند زكريا برقديش، زكريا برقديش الذي ينشط من الجهة اليسرى اليوم، غياب مجموعة من العناصر يعني أبرزها زكريا البياض وأسامة السعيدي ونور الدين المرابط، وما نساوش أيوب الخالقي الذي يستعيد عافيته والذي يبقى عنصر ثقام من الجهة اليمنى لدفاع المنتخب الوطني، لاعب منضبط بشكل كبير أيوب الخالقي. كرة للعميد حسين خرجة، واحدة اثنين، مشات كرة للجهة اليسرى عادل تعرب، هناك زيادة عددية، زيادة عددية منير الحمداوي، كرة في منطقة الجزاء مبارك وصفا، ما كانش لمسة يد، الحكم يأمر باستمرارية اللاعب مبارك وصفا، مشاب كرته بشكل ممتاز منطقة الجزاء، مازال الخطورة، هذه فرصة تدافع عادل تعرب، البحث عن تسديد الكرة، مازال الكرة للمنتخب الوطني المغربي. كانت هذه واحدة من الفترات الصعبة على دفاع المنتخب الموزمبيقي لما كانت هناك زيادة عددية وتبادل كروي في خط الوسط، ألغى خط وسط المنتخب الموزمبيقي ومكننا من الوصول لمنطقة الجزاء. المنتخب الموزمبيقي اليوم الأوس مامباس، الأفاعية التي نتمنى اليوم من دون سم في مباراة المغرب. مشات كرة للمنتخب الموزمبيقي تعود مرة أخرى للعناصر الوطنية. حسين خرجة، كرة في خط دفاع من مكسير للاعب كليسيو. منتخب الموزمبيق ما يقارب الثلث ساعة يعلم جيدا أنه يواجه، نعم يحتل المركز 68 عالميا، منتخب يعاني لكن بإمكانه أن يتجاوز مجموعة من المعطيات اليوم في هذا الموعد الهام لكرة القدم المغربية. عبد العزيز برادة، عبد العزيز برادة مع منير، مع منير الحمداوي، لكن تدخل مكسير كان خطأ من عبد العزيز برادة لاعب نادي خيطافي. تسعة عشر دقيقة، النتيجة 0-0، تعود الكرة من جديد للمنتخب الوطني من الجهة اليمنى للعناصر الوطنية التي تبحث عن الهدف. مشت المنتخب الموزمبيق لمنتخب الموزمبيق، كرة صعبة من الجهة اليمنى لكن تدخل زكريا برقديش، برقديش من الناحية الدفاعية يؤدي بشكل جيد لكن لما يسعى لمساندة خط الهجوم يترك مجموعة من المساحات في خط الدار، هذه واحدة من العيوب التكتيكية لهذا المدافع الواعد. زكريا برقديش لاعب نادي راسين كلوب دولانس، كان حديث وكانت مجموعة من التقارير الإخبارية تحدثت عن انتقال محتمل لنادي أولمبيك ليوني، لكن حدود الساعة زكريا برقديش لا زال مع نادي راسين كلوب دولانس في البطولة الفرنسية. مشات الكرة للجهة اليمنى للمنتخب الوطني الذي لا زال يبحث عن الحلول التي تمكنه من الوصول لدفاع منتخب الموزمبيق. كرة بعيدة بزاف على منير الحمداوي، المنتقل لنادي فيورنتينا الإيطالي. منير الحمداوي يلزمه عمل كبير لكي يحصد ثقة من طرف مسؤولي نادي فيورنتينا والجهاز الفني لنادي فيورنتينا مع عودة لوكا توني ومع عودة مجموعة من اللاعبين المميزين على مستوى خط الهجوم. منير الحمداوي ثقة كبيرة في هذا اللاعب لأن يعود لمستواه الذي أهله لتقديم مباريات رائعة مع نادي أياكس أمستردام لما كان يلعب في خط الهجوم مع لويس سواريز نجم نادي ليفربول الإنجليزي. مشات كرة المنتخب الموزمبيق من الجهة اليسرى، هناك بشائر هدف قادم نتمنى للمنتخب الوطني لو عرف كيفية التعامل مع
مع سرعة لاعبي منتخب الموزمبيق. المسؤولية كبيرة على لاعبي خط الدفاع اليوم، بالخصوص على مصطفى المرادي واسماعيل بن معلم، عندهم تجارب سابقة بالبطولة العربية رغم اختلاف المستويات ما بين المنتخبات التي شاركت في كأس العرب والمنتخبات التي عادة ما نواجهها في تصفيات الإفريقية. مصطفى المراني، كرة مبعدة للدفاع المنتخب الموزمبيقي. حسين خرجة، مشات كرة عبد العزيز برادة، لازم يخلوا الكرة في الأرض. مشات منير الحمداوي مع مبارك مصطفى، مع مبارك مصطفى، يلا مشى مبارك مصطفى لمنير الحمداوي. كان تسلل لمبارك مصطفى، كان في وضعية تسلل يعلن عنها الحكم سيلفستر كيروا. سيلفستر كيروا الحكم الكيني الذي يقود اليوم مباراة المغرب الموزمبيق. مباراة مهمة أيضا تجرى بين تونس وسيراليون، بين ليبيا والجزائر، هذه كلها مباريات موعودة للمنتخبات العربية للتأهل لكأس أمم إفريقيا. مشات كرة للمنتخب الموزمبيقي من جديد، كل كرة ضائعة في خط وسط المنتخب الوطني تعتبر أنصاف حلول، أنصاف فرص قد تمنح هدف للمنتخب الموزمبيقي. عادل تعربت مشى بكرته عادل للجهة اليسرى بشكل ممتاز، مبارك مصطفى فتح اللاعب بشكل جيد. كرة لحسين خرجة، حسين خرجة لما يكون في الفورمة اليوم المنتخب الوطني سيؤدي بشكل جيد. أن الكرة تسدد بعيدة عن مرمى الحارس الموزمبيقي كامبانغو جواو رافائيل يونس بلهندا، اللاعب الذي ننتظر منه خيرا مع المنتخب الوطني الذي أصيب في مباراة غامبيا وغاب عن مباراة الكوت ديفوار المهمة بمراكش التي تعادلنا فيها أمام فيلت الكوت ديفوار مع صبري الموشي وديديا دروبا ومجموعة من اللاعبين المميزين كجيرفينيو في انتظار مباراة العودة بأبيجان. منذ ذلك الحين يونس بلهندا غائب عن التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني، يعود اليوم من خلال هذا الموعد القاري الهام في طريق نحو جنوب افريقيا، نحو الملعب الوطني بكيب تاون وملعب السوكر سيتي بجانسبرغ وملعب بور اليزابيث وروستنبرغ وتيكويناوم ومبومبالا. ستة مدن ستحتضن مونديال افريقيا بجنوب افريقيا بداية من 19 يناير من العام المقبل عام 2013. يونس بلندا لمنير الحمداوي للسلام من عادل تعربت، مشات كرة العناصر الوطنية، البحث متواصل عن الهدف الأول، ضابطين أمورهم العناصر الوطنية بعد مضي العشر دقائق الأولى اللي كانت حرجة نوعا ما بخصوص مع ضغط لاعبي المنتخب الموزمبيقي. منتخب ماشي سهل تماما منتخب الموزمبيق لما يتوفر عليه من كفاءات فنية، تود اليوم أن تنفض عليه عنها غبار التواضع أمام المنتخب الوطني. يعلمون جيدا قيمة التغطية الإعلامية التي تعرفها مباراة أمام المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي يبحثون عن تقديم أفضل مستوياتهم في هذا الموعد المهم بالعاصمة مابوتو. مشات كرة للمنتخب الموزمبيقي، كرة في التماس للمنتخب الموزمبيقي من الجهة اليمنى، بحث عن كرة عرضية، كان تسلل واضح، كان تسلل واضح يعلن عنها الحكم الكيني كيروي سيلفستر كيروي. موزمبيق التي أجرت مباراة ودية أمام أنغولا، مباراة ودية أمام أنغولا انتهت بتفوق المنتخب الأنغولي أداء ونتيجة، لم يحضر الإقناع من جانب المدرب جيرد إنجلز مواليد العام 57 كيف ما قلت، لعب لبروسيا مونشنغلادباخ وفاز معاه بالبطولة الألمانية مع بيرتي فوكس المدافع الممتاز، وإيلي شتريتكا ويوب هينكس النجم الكبير لنادي بروسيا مونشنغلادباخ، كان ذلك عام 77 في البطولة الألمانية. اليوم بعد تجارب كبيرة بالبطولة اليابانية بالخصوص مع أوراوا ريدز يدرب منتخب الموزمبيق بتوصية من الاتحاد الألماني الذي دفع هذا المدرب للتدريب في الموزمبيق. كرة للمنتخب الموزمبيقي للأوسمان باس للأفاعي اليوم التي تبحث عن إصابة المنتخب الوطني المغربي في مقتل في مباراة قارية صعبة جدا. هذه كرة مرفوعة صعبة مبعدة من إسماعيل بن معلم، تتحول مبارك مصطفى، تعامل جيد من طرف الدفاع المغربي مبارك مصطفى
يؤدي بشكل جيد في 26 دقيقة، يساعد لاعبي خط الدفاع على الانضباط لنتمنى يكون حاضر من جانب العناصر الوطنية. حسين خرج يلعب بشكل متأخر، ربما تعليمات المدرب إيريك غريتس للتغطية على لاعبي المحور الدفاعي إسماعيل بن معلم ومصطفى المراني، ما عندهمش تجارب كبيرة في القارة الإفريقية، عندهم كفاءة تحترم، لاعبين مميزين في المحور الدفاعي، لكن حسين خرج أظن تلقى تعليمات من إيريك غريتس للمساهمة في التغطية الدفاعية بقدر ما يسهم في هجمات العناصر الوطنية التي يقودها يونس بلندا. بعد ما يقارب 27 دقيقة لعبت من الجولة الأولى بالمباراة التي تجرى باستاديو دوماتشافا بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، مشات كرة المنتخب الموزمبيق من الجهة اليسرى، كرة صعبة، عزيز الكناني أول اختبار، يتدخل بشكل ممتاز حارس مرمى المغرب التطواني، تسديدة كانت صعبة وصعبة جدا، عزيز الكناني لحسن الحظ انه ما كانش متقدم بشكل كبير عن مرمى، يبعد الخطوره ويؤجل هدف للمنتخب الموزمبيقي، تدخل ممتاز جدا لعزيز الكناني الحارس الذي يحظى بالرسميه اليوم، منتخب الموزمبيق ينذر ومن انذر اعذر، كره في الزاويه، كره مرفوعه في القائمه الثانيه، كره صعبه للمنتخب الموزمبيقي بعيدة على مرمى الحارس عزيز الكناني، واحدة من أصعب الكرات إن لم أقل أن أصعب كرة منذ انطلاق المواجهة، كان صعود لصبريل، ضربة مرمى لعزيز الكناني، نقترب من انقضاء النصف ساعة الأولى، نتيجة 0-0، الموعد الذي يجرى بمابوتو أو كما يهوى الموزمبيقيون تسميتها بلورينزو ماكيز، وهو التاجر البرتغالي الذي اكتشف هذا القطر الجغرافي المهم بالقارة الإفريقية عام 1544، الموزمبيق التي استفادت كثيرا من الخط السككي الذي يربطها ببريتوريا الجنوب إفريقية، مما زاد كثيرا من الكثافة السكانية بالموزمبيق. هذه كرة للمنتخب الموزمبيقي، التغطية من دون خطأ، رشيد السليماني لزكريا برقديش، برقديش مشى بكرة في لعب العزيز برادة، برادة عنده مساحات للعب من الجهة اليسرى، مبارك بوصوفة مع منير، مع منير، منير الحمداوي من الجهة اليسرى، منير عنده فرصة للتوغل، عنده فرصة للتوغل منير الحمداوي، ما لازمش أنه يخلي الكرة عنده بشكل كبير قد تضيع الحلول عن العناصر الوطنية، ما يعاب على منير الحمداوي هو ربما الفنيات التي يحتاج المنتخب الوطني لصالح المجموعة، إلا أن منير الحمداوي يترك كثيرا أو يزيد كثيرا لتصحيح من المراوغات، مما يسيء كثيرا للمنظومة التكتيكية للمنتخب الوطني كما حدث أمام المنتخب الغيني في مباراة ودية بالرباط. كرة تعود للمنتخب الموزمبيقي، عبد العزيز برادة، مشات كرة من جديد للعناصر الوطني رشيد السليماني، هناك مساحات لازم أن يتم التعامل معها من الجهة اليسرى من دفاع المنتخب الموزمبيقي، غير مستقر من الناحية الدفاعية، منتخب الموزمبيق ما عندوش قامات فنية تحترم على مستوى خط الدفاع، ما عندوش لاعب كاريزما خاصة بخط الدفاع، وهذا المعطى لازم أن يدبره إيريك غريتس كما يجب في الدقائق المقبلة لتسجيل هدف على الأقل في الجولة الأولى. كنت قبل انطلاق المباراة على أنه غريتس يبحث عن أول انتصار مع المنتخب الوطني المغربي في التصفيات، هنا الكرة تسدد ممتازة جدا للمنتخب الموزمبيقي، مشات بعيدة بسنتيمترات قليلة عن مرمى الحارس عزيز الكناني الذي اختبر في ثلاث كرات خلال الجولة الأولى، هنا تسديدة اللي كانت صعيبة على مرمى الحارس عزيز الكناني، لحسن الحظ أنها ما خدتش مسار نحو مرمى الحارس عزيز الكناني. 31 دقيقة، النتيجة 0-0، كرة تعود للمنتخب الموزمبيقي، مشات عبد العزيز برادة للجهة اليسرى، مبارك بوصوفة، مبارك بوصوفة المنير، تعود الكرة من جديد للمنتخب الموزمبيقي، مشات كرة صعبة من الجهة اليمنى للمنتخب الموزمبيقي، كرة صعبة للموزمبيق، كانت هذه واحدة من أصعب الكرات، إلياس بيلومبي
لاعب سريع من الجيرو من إلياس بيلومبي، لاعب موكسا كينسي، تدخل مصطفى المراني في الزمان والمكان المناسبين يبعد الخطورة عن مرمى المنتخب الوطني عن عرين الأسود اليوم، الأسود التي تتلهف لاستعادة الهيبة المفتقدة إفريقيا، والبداية نتمنى اليوم لأن الطموح كبير، الترقب كبير جدا من طرف ألاف الملايين من المناصرين لتحقيق انتصار اليوم على الموزمبيق الذي سيبقى خطوة، مجرد خطوة نحو مونديال جنوب إفريقيا عام 2013. مشات كرة زكريا بقديش لدى سم استغلال صعود لاعبي المنتخب الموزمبيقي، عادل تعربت لعبد العزيز برادة، برادة مشى بكرة مبارك وصوفة، مبارك وصوفة مع منير، منير 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 الحمداوي في منطقة الجزاء، مشات كرة كان لازم أنه يسدد، كانت زاوية التسديد متاحة لمنير الحمداوي في الكرة الأخيرة، انتظر مبارك وصوفة لكن الكرة ضاعت للمنتخب الوطني. السرعة في بناء على مستوى الهجمات المضادة سيكون عامل مهم لوضع المنتخب الموزمبيقي في اختبارات حرجة في مباراة اليوم. الكرة في الزاوية مبارك وصوفة، رجل اختصاص في تفيد الكرة الثابتة، لا في نادي أونجي مخاشكلا ولا في المنتخب الوطني المغربي. مبارك وصوفة كرة ثابتة تأتي 13 دقيقة قبل نهاية الجولة الأولى، كرة مرفوعة مبعدة من دفاع الموزمبيق، مازال الكرة عبد العزيز برادة ناقصة شوية، مشات من جديد للمنتخب الوطني من دون رقابة، من دون رقابة ثلاث لاعبين، ما نظنش أنه كان تسلل في الكرة الأخيرة إلا أنه الطاقم التحكيمي الكيني يعلن عن حالة تسلل من المحتمل أن تكون ضد إسماعيل بالمعلم. أكيد أنكم تترقبون وتتساءلون كثيرا عن الكيفية التي قد نصل من خلالها لمرمى الحارس كامبونغو، كاين حلول، كاين مساحات، كاين إمكانية للوصول لمرمى المنتخب الموزمبيقي، لازم فقط ضبط الأمور في 18 متر الأخيرة الفاصلة عن مرمى الحارس الموزمبيقي كامبونغو، لأننا نلعب اليوم في توب المنتخب الذي يبحث عن ذاته، ماشي المنتخب الكبير الذي تعودناه في سنوات سابقة، جيل 86، جيل 70، جيل 98، هذا جيل آخر بطموحات أخرى في وضعية مختلفة كثيرا على ما تعودناه. نحن منتخب إفريقي عادي جدا يبحث عن موطئ قدم بين الكبار، والبداية لازم أن تكون اليوم أمام الموزمبيق. مشات كرة حسين خرجة لمبارك بوصوفة، مبارك بوصوفة يعيد الكرة لزكريا برقديش للسلام من زكريا برقديش، مازال الكرة للمنتخب الموزمبيقي، تدخل زكريا برقديش لإبعاد الخطورة عن دفاعات المنتخب الوطني المغربي، كرة ضربة مرمى أو تماس يقول الحكم المساعد الأول الكيني. جولة أولى صعبة للمنتخبين معا، جولة أولى صعبة للمنتخبين معا، كل طرف يبحث عن الكيفية التي ستساعده على بلوغ الهدف الذي يساوي ذهبا، يساوي ذهبا في بلد يعشق الألمنيوم كثيرا من الموارد الطبيعية الموجودة والموفرة في دولة الموزمبيق، يعني استفادت كثيرا من مساعدات المانحين ومن الاستقرار السياسي وتحسن كبير في معدل النمو، وكان انخفاض في التضخم في السنوات الأخيرة، تخلصت من جزء كبير من ديونها واستفادت من إعفاء من ديون أو إعادة الجدولة، واليوم تبحث عن ريان رياضي في موعد صعب جدا أمام المنتخب الوطني المغربي بالعاصمة مابوتو أو لورينزو ماكيز. مشات الكرة بالرأس مبعدة من طرف الدفاع المغربي، مازال الكرة للمنتخب الموزمبيقي، تلفين لاعبي خط هجوم المنتخب الموزمبيقي عندهم مهارات لكن لا توظف لصالح المجموعة، هاد غياب الاستقرار لازم أنه يستغل بالخصوص من يونس بلندا اللي غايب عن تأدية الدور منوط به بعد مضي 35 دقيقة، أمر طبيعي ما لعبش في المباراة الأخيرة مع المنتخب الوطني، ما لعبش أي مباراة ودية، وبالتالي اليوم يبحث عن
جزء من مهاراته من إمكانياته التي تؤهله للوصول لمرمى المنتخب الموزمبيقي. يونس بلندا صانع الألعاب اليوم رشيد السليماني، مشات كرة من الجهة اليمنى من الطرف الأيمن، كرة مرفوعة، المتابعة بالرأس، لا ما كانش متابعة ولا لاعب كان في القائمة الثانية. تتحول الكرة للمنتخب الموزمبيقي الذي يبحث عن الهدف الأول. خروج عزيز الكناني في التغطية فقط، ضربة مرمى للمنتخب الوطني المغربي. النتيجة 0-0. كندا إيتو بيلينياس رقم 10، إيتو بيلينياس لاعب نادي كوستا دول سول. حضور مجموعة من الأندية ممثلة في المنتخب الموزمبيقي، من أبرزها أكبر تمثيلية هي لنادي فيروفياريو مابوتو، بعده يأتي نادي ليغا موزولمانا ونادي فيروفياريو بيرا، المدينة الثانية في الموزمبيق، مع الأربعة محترفين تشكيل للمدرب جيرت إنجلز. عبد العزيز برادا، عادل تعربت، مشات كرة زكريا بركديش، بركديش بركديش، مازال ما خرجتش، مازال ما خرجتش الكرة الأخيرة، والكرة في تماس المنتخب الوطني. كان خطأ ديال زكريا بركديش، ولحسن الحظ أنه السيد المحترم سيلفيستر كيروي يتدخل ليمنح خطأ للمنتخب الوطني المغربي ضد ماسيفي جوا، المدافع الأيمن للمنتخب الموزمبيقي. ماسيفي جواو لاعب نادي كوستا دول سول. مبارك وصوفة، ضربة خطأ قد تمنح الهدف الأول للمنتخب الوطني. لازم أن يكون الشغال على الكرة الثابتة في الحصص التدريبية، يعني في غياب الحلول، في غياب الأهداف في المباريات الأخيرة، قد يكون الحل من خلال الكرة الثابتة. مبارك وصوفة، مبارك وصوفة للمنتخب الوطني، كرة بالرأس ممتازة جدا. لسوء الحظ هناك حارس اسمه جواو رافائيل كامبانغو يبعد الكرة في الزاوية. هذه كانت واحدة من الكرات الجيدة للمنتخب الوطني. مبارك وصوفة رفع الكرة براسه، عادل تعرابت وضعها في مكان جيد، لكن تعامل ذكي من طرف الحارس جواو رافائيل كامبانغو. 7 دقائق عن نهاية الجولة الأولى، النتيجة 0-0، والكرة في الزاوية للمنتخب الوطني. مبارك وصوفة في تنفيذ ضربة زاوية للمنتخب الوطني. مبارك بوصوفة كرة ثابتة أخرى لعلها تحمل خيرا للعناصر الوطنية. ما زال الخطورة للمنتخب الوطني المغربي. دفاع مهزوز لمنتخب الموزمبيق. لو لم ننتصر اليوم فأكيد أننا لن ننتصر في أي من المباريات الإقصائية المقبلة، لأن منتخب الموزمبيق عيب كبير في خط الدفاع، عنده عيوب كثيرة في خط الدفاع. أكيد أنه منظم نوعا ما على مستوى خط الهجوم، لكن دفاعيا قد يتفق معي محمد سويل وهشام فرج، لكن في الجولة الثانية إيري جيرتس مطالب بالتعامل مع هذا المعطى التكتيكي الفني المؤثر في مباراة إقصائية نحو مونديال جنوب إفريقيا القاري وليس العالمي. عادل تعربت كاد أن يسجل الهدف، مشات كرة من جديد، عبد العزيز برادة، برادة 1-2، مشات كرة المنير، منير الحمداوي للسلام من حسين خرجة العميد، تعود مرة أخرى إسماعيل بالمعلم للسلام من حسين خرجة، مشات كرة في المحور الهجومي، ما كاينش تسلل، دفاع مهزوز المنتخب الموزمبيقي. لو لم نسجل اليوم أمام الموزمبيق، أؤكدها وأكررها، فأكيد أننا سنجد صعوبات كبيرة للتسجيل أمام منتخبات سنواجهها في تصفية كأس العالم، ونتمنى إن شاء الله في كأس أمم إفريقيا بجنوب إفريقيا بداية العام المقبل، مسهل العام المقبل. يونس بلندا لو ساعد ثقة سيساعد كثيرا العناصر الوطنية لبلوغ مرمى الحارس جواو رافائيل كامبانغو. 5 دقائق عن نهاية الجولة الأولى، الثلث ساعة الأولى أمر طبيعي كانت المنتخب الموزمبيق، لكن ما يقارب الثلث ساعة كان تفوق للمنتخب الوطني الذي جرب حظه من خلال مجموعة من الكرات. جيرت إنجلز من الجيل الذهبي لبروسيا مونشنغلادباخ، فاز بكأس الإمبراطور مع نادي يوكوهاما بالبطولة اليابانية
اليوم يدرب منتخب الموزمبيق في طقوس وتقاليد تختلف كثيرا على ما تعوده في دولة اليابان. ضربة خطا واضحة يعلن عنها الحكم السيد سيرفيستر كيروي، وهنا الانذار، هنا الانذار للمنتخب الموزمبيقي. انذار للمنتخب الموزمبيقي بعد خطا حق يونس بلندا. مانويليتو يتحصل على انذار. ضربة خطا لمبارك بوصوفا، مبارك بوصوفا في تنفيذ خطا في مكان مساعد كثيرا لبلوغ الهدف. مبارك بوصوفا كرة مرفوعة في منطقة الجزاء، مخرج المباراة أتمنى أن يركز على الكرة عوض أن يركز على حارس المرمى السيد كامبانغو الذي اختبر في كرتين وكاد أن يرتكب هف ومكلفة له وللمنتخب الموزمبيقي. مانويل تيسمان هذا لاعب خط وسط الموزمبيق اليوم، مشات كرة من الجهة اليسرى، كرة في خط الهجوم، خطأ لصالح المنتخب الموزمبيقي. ثلاث دقائق فقط عن نهاية الجولة الأولى، النتيجة 0-0. كان بالإمكان أحسن مما تحصلنا عليه فيما يقارب 42 دقيقة، كان بالإمكان على الأقل تسجيل هدف. مازال الوقت، مازال الوقت ممكن للجميع لأن يسجل هدفا خلال الجولة الأولى. كرة مازال للعناصر الوطنية. منير الحمدوي، منير الحمدوي مشات كرة للمنتخب الموزمبيقي من الطرف الأيسر. تغطية حسين خرج يونس بن هندا، يونس بن هندا مشات كرة صعبة صعبة صعبة، الله يدوز على خير، وكانت راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد. ضربة حرة غير مباشرة للمنتخب الوطني المغربي، كانت هذه واحدة من الفرص الصعبة للمنتخب الموزمبيقي. تجاوز مجموعة من اللاعبين، هذا أمر غير مقبول تماما، لازم التعامل بحذر ولازم ضبط الأمور في خط الوسط إن أردنا فعلا تسجيل الهدف الأول في المواجهة. إيتو بيلينياس كاد أن يضع المنتخب الوطني في موقف حرج. دخول مسعف المنتخب الوطني المغربي لإسعاف الحارس عزيز الكناني. جماهير المنتخب الموزمبيقي اليوم تعول كثيرا على تحقيق انتصار سيكون مهم. هذه ثاني مباراة رسمية بين المغرب والموزمبيق، الأولى كانت عام 1998 ببوبو ديولاسو ببوركينا فاسو التي احتضنت كأس أمم أفريقيا عام 98. ألف تحية لكم الجماهير المغربية التي تساند اليوم المنتخب الوطني بستاديو دوماتشافا. وأنا أتحدث عن الانتصار الوحيد الذي تم تسجيله في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، ما كانش تاريخ، هي فقط مباراة واحدة انتهت بتفوق المنتخب الوطني على منتخب الموزمبيق 3-0. أهداف شيبا والخطابي وفرتوت، وهي الكأس التي أقصينا أمام المنتخب الجنوب أفريقي في الدورة الثانية بهدف غادر. مشات الكرة ليونس بلندا، ممتاز جدا يونس بلندا، هناك زيادة عددية، كرة مشات مبارك بوصوفا، هذه هي فرصة تسجيل الهدف. مبارك بوصوفا يضيع فرصة سانحة لتسجيل هدف. كان عنده ثلاثة من رفاقه، ثلاثة من زملائه، كانت عنده فرص أفضل، كانت عنده إمكانيات أفضل، لكنه يضيع فرصة سانحة لتحقيق تفوق معنوي خلال الجولة الأولى أمام منتخب موزمبيق. ماشي كبير بالشكل اللي توقعناه، لكن يبقى منتخب لازم أنه يلقى الاحترام من طرف لاعبي المنتخب الوطني المغربي، لكن ما يمكنناش نحترمه أكثر من اللزوم اليوم. مشات كرة للمنتخب الموزمبيق، كرة للمنتخب الموزمبيقي إيلينياس، كرة تسدد بعيدة عن مرمى الحارس عزيز الكناني. برقديش لا يستطيع إكمال المباراة، سيتم تغيير زكريا برقديش المدافع الأيسر. إيري جريتس عنده خيارات أو لا مكان زكريا برقديش، سنتابع قرار الناخب الوطني إيري جريتس. قد يدخل عصام عدوى كمدافع من الجهة اليسرى. مشات كرة للجهة اليسرى، دقيقة واحدة من الوقت المضاف. زكريا برقديش يطالب إيري جريتس بتغييره، يقول أنه ما عندوش إمكانية لإكمال المباراة بسبب ألم بعد التدخل الأخير لإيلينياس. مشات كرة للمنتخب الموزمبيق،
دقيقة واحدة من الوقت المضاف، حصيلة الجولة الأولى، فرص ضائعة قد نندم عليها خلال الجولة الثانية. دفاع موزمبيقي مهزوز، ما عندوش شخصية تماما، ودفاع المنتخب الوطني المغربي ماشي منظم بشكل اللي بإمكانه أن يمنح الاستقرار للاعبي خط الهجوم اللي لعبوا براحتهم، لأيضا يتحملون جزء من المسؤولية في تضييع الفرص خلال الجولة الأولى، بالخصوص مبارك بوصوفا الذي ضيع واحدة من الفرص السانحة. قد يتفق معي محمد سهيل وهشام فرج في البلاطو التحليلي ما بين شوطي المباراة، مشى بالكرة مبارك بوصوفا ويوني الحكم كيروي سيلفيستر. الجولة الأولى أولا كان تسلل، كان تسلل أو انتهت فعلا الجولة الأولى من المباراة بين المنتخبين المغربي والموزمبيقي. أظن الجولة الأولى انتهت بالتعادل 0-0 بين الموزمبيق والمغرب. على أمل لقائكم مع انطلاق الجولة الثانية. أحول الصورة والصوت لزملاء هشام فرج ومحمد سهير في بلاطو التحليل. تسارة المغرب المساند الرسمي للفريق الوطني لكرة القدم. علاش خسرت تسارة المغرب؟ بحال دابا ما بقاش خاصني نتسنى 8 الليل ولخرة السمانة باش نهضر فابور. وليت كنهضر بالسوايع المجانية وقت ما بغيت مع أي رقم هنا وحتى الخارج. ودابا ما بقاش عندي فرفة ديال 4 سوايع، ولا عندي 5 سوايع في الفخفي وبنفس الثمن. اليوم مع فرفة النقل